قعدت وقت طويل أجرب فيه مواقع بتدفع مقابل مشاهدة الفيديوهات على أساس إن الطريقة دي من أسهل طرق الربح من الإنترنت، وكمان طريقة الربح من مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب مش هتحتاج منك خبرة أو مجهود في أي حاجة زي ما بتقعد طول الوقت تشوف فيديوهات، لكن المرة دي الفيديوهات هتبقى بفلوس. كل المواقع اللي هتشوفها في الحلقة دي مواقع أجنبية لكن مدعومة، يعني مش هتقابل أي مشكلة في التسجيل على المواقع دي، وكمان هتحتاج حساب بنك باي بال مفعل علشان تقدر تستلم عليه الدفعات. وحتى لو في موقع بيدعم أكتر من طريقة سحب هتلاقي أفضلها وأقل حاجة في العمولة هو بنك باي بال. الشغل ده هتقدر تعمله من أي مكان لأنك مش محتاج أكتر من تليفونك أو اللابتوب واتصال بالإنترنت علشان تشتغل، والموضوع بسيط، هتشغل فيديو لحد كام ثانية وتقفله كده، خلاص انت حققت أرباح، مش مطلوب منك أي حاجة تاني. هتعرف معايا خلال الحلقة أفضل 6 مواقع تقدر تشتغل من خلالهم في مشاهدة الفيديوهات وتحقيق الدخل يوصل ل1600 دولار من شغلك على المواقع دي. وطبعا واضح من الكلام انك مش هتكتفي بموقع واحد بس، لان في الحلقة دي جمعت أفضل 6 مواقع تقدر تشتغل من خلالهم وتحقق دخل من اليوتيوب بطريقة غير مباشرة. عايزك تركز في الحلقة وتجهز معاك ورقة وقلم علشان أسماء المواقع لأنها هتبقى موجودة في الفيديو، وعايزك تعمل حساب بنك باي بال علشان تستلم عليه الأرباح، وفي حلقة مفصلة إزاي تعمل حساب وتفعله. أي موقع وأدوات هشرحها في الحلقة اللينكات بتاعتها هتبقى موجودة في الحلقة نفسها، ومفيش أي لينكات هتبقى موجودة في الوصف. أي موقع مش هيفتح معاك أو هتلاقي التسجيل مدفوع يبقى الموقع ده غير مدعوم في بلدك، وبالتالي هتحتاج VPN علشان تقدر تسجل وتشتغل على الموقع. اهلا وسهلا بيكم على قناة اكسب اونلاين، حلقة جديدة وطريقة ربحية جديدة، ونكمل بعد الفاصل. يلا ندخل في الموضوع على طول، واول موقع في الحلقة هو everyv.net. اسم الموقع موجود قدامك بالكامل، هتلاقي فيه مهام كتير لليوتيوب تقدر من خلالها تحقق دخل على بنك باي بال. كل اللي عليك في الصفحة الرئيسية تسجل الدخول من حساب جوجل، وده هيبقى أسهل تسجيل دخول. بعد ما تدخل حسابك هيبقى بالشكل ده، ومن القائمة على الشمال اضغط على تاسكس كاتيجوريز، انزل تحت في الصفحة دي هتلاقي طريقتين لتحقيق أرباح من اليوتيوب، أولا مشاهدة فيديوهات يوتيوب، ثانيا إنك تعمل لايك على الفيديوهات. اضغط على يوتيوب فيوز هتلاقي الفيديوهات المتاحة للمشاهدة قدامك، وعدد الفيديوهات بيختلف كل شوية لأنه بيعمل أبديت كل 10 ثواني. اضغط على فيو فيديو، شوف الفيديو لمدة محددة في الحالة دي 30 ثانية، وبمجرد ما تكمل 30 ثانية اقفل التاب والفلوس هتروح لحسابك، وتقدر تجرب اللايكات هتساعدك تعمل فلوس أكتر في وقت أقل، لأنها هتاخد منك مجرد 5 ثواني مش أكتر من كده علشان بس تعمل لايك، وهتاخد نفس فلوس المشاهدة. معلومة عن ماشي، لو بتحب فيديوهات تيك توك تقدر تشوفها وهتكون مصدر دخل إضافي ليك. خد بالك إن معدل الدفع على المشاهدات مش كتير، لكن تحقيق الربح بيعتمد على الشغل على أكتر من موقع والشغل يوميا علشان تقدر تجيب عائد كبير. الموقع التاني هو بوكس موني، اسم الموقع موجود قدامك بالكامل box.money. خد بالك من حاجة، ان المواقع دي روسية، يعني جوجل هيعمل ترانسليت من فوق. اضغط كده على علامة جوجل وخليه يترجم لك الصفحة سواء عربي او انجليزي باللغة اللي انت عايزها. الموقع ده هتلاقي فيه فيديوهات مش بتخلص وبيعمل ابديت كل ساعة للفيديوهات، وتقدر تشوف لحد 800 فيديو يوميا على الموقع ده. بس الاول تعمل حساب من الصفحة الرئيسية، اضغط على ريجستريشن، وعملية التسجيل سهلة جدا ومش هضيع وقت فيها، تقدر تسجل بحساب جوجل على طول. اول ما تدخل حسابك هيكون بالشكل ده، واضغط من فوق على يوتيوب، ومن هنا تقدر تحقق ربح من مشاهدة الفيديوهات. اضغط على فيو وهنا بلاي، والفيديو هيبدأ يشتغل، وفي تايمر فوق هنا هيعرفك فاضل وقت قد ايه من مشاهدة الفيديو، ولو وقفت الفيديو التايمر ده هيقف، وبالتالي هتكمل لحد ما يخلص، وبعدها تقفل التاب وهيكتب لك تاسك كومبليت، وهيحول الفلوس لرصيدك حالا. هتدخل على الفيديو اللي بعده، واغلب الفيديوهات دي مشاهدتها هتكون 10 ثواني،
وكل ما شفت فيديوهات اكتر هيكون العائد اكبر. وهقول لك معلومة على الماشي، الموقع ده بيعتمد على نظام المستويات، وكل ما المستوى بتاعك بقى اعلى كل ما الارباح زادت، وبيوصل لحد ليفل 100. اوضح كده، لو شفت فيديو هتاخد 50 سنت، لكن لما توصل مثلا مستوى 100 نفس الفيديو هتاخد عليه 1 دولار. هو ده المقصود، ان كل ما اشتغلت اكتر والليفل بتاعك بقى اعلى هيكون معدل الارباح اعلى، والمستوى ده بيعلى من مشاهدة الفيديوهات مش اكتر من كده. يلا على الموقع التالت اللي هو سيرف ايرنر، وهتلاقي اسم الموقع موجود قدامك بالكامل، surferner.com. كل يوم على الموقع ده هتلاقي الاف المهام على اليوتيوب، ومش هتاخد فلوس على المشاهدات وبس، لكن اللايكات كمان والاشتراكات والتعليقات، وما تنساش الترجمة. ومن الصفحة الرئيسية اضغط على registration علشان تسجل الدخول بأكتر من طريقة، أسهلها حساب جوجل أو حساب فيسبوك. دي الصفحة الرئيسية للحساب. أول حاجة هتعملها هتثبت الإضافة على المتصفح، واختار يوزر، واختار all ways of earning، واختار يوتيوب، بعدها go to the list علشان توصل لقائمة المهام. ولما تنزل تحت هتلاقي مهام كتير متاحة قدامك تقدر تعملها. هجرب أخلص المهمة دي، هفتح التاسك، الفيديو هيشتغل، وهستنى لحد ما الوقت يخلص، ولما يخلص هتلاقي إشعار إنك أخدت فلوس المشاهدة، وكده تقدر تقفل التاب وشوف فيديو تاني بنفس الطريقة علشان تحقق ربح. وهتلاقي اختيارات كتير غير اليوتيوب تقدر تعملها كلها بنفس الفكرة، يعني مشاهدات ولايكات، وطبعا ده يرجع ليك زي ما تحب. الموقع الرابع هو سيرف بي، اسم الموقع موجود قدامك بالكامل، surf.be. والجميل في الموقع ده انه اقل معدل سحب اللي هو 3 سنت، يعني مفيش اقل من كده تقدر تسحب بيه. من الصفحة الرئيسية اضغط على create account وادخل حسابك وتأكد انك تحوله ليوزر. بعد كده هتقدر تشوف الفيديوهات من هنا، هتشوف الفيديو ده لمدة 25 ثانية وهتاخد الربح. اضغط start واستنى 25 ثانية تخلص وهتاخد الربح. اقفل التاب وارجع للموقع واستنى الفيديوهات اللي هتظهر، وهتنزل اضافة الموقع على المتصفح، لان هنا زي ما انت شايف مفيش فيديوهات، لكن لما تثبت الاضافة هيبدأ يظهر معاك فيديوهات كل شوية. اضغط ستارت علشان تشوف الفيديو، هتستنى الوقت يخلص واقفل التاب، وافتح بعد كده الاكستنشن تاني وشوف فيديو كمان، وهتلاقي الفيديوهات الموجودة في الاضافة مش بتخلص، عشان كده مهم انك تثبتها على المتصفح. ولو شغال من التليفون مهم انك تضغط على جيت اب علشان تنزل التطبيق على تليفونك وتشوف الفيديوهات بشكل اسهل واسرع، وكمان هتبقى متوفرة على طول، وبالتالي العائد هيكون اعلى. وعشان تضاعف ارباحك من الموقع هتلاقي زي موقع بوكس موني، هتلاقي الموقع بيقسم ليفلز، وكل ما بتوصل ليفل اعلى هيكون في بونص اعلى من الموقع على المشاهدات، والليفل هيعلى من مشاهدة الفيديوهات مش اكتر من كده، ومتقسمة بالشكل اللي انت شايفه ده. كل موقع فيه ميزات خاصة بيه، مهم انك تشوف الانسب ليك، والموقع اللي بتعرف تحقق منه دخل اعلى يكون ليه الاولوية في الشغل يوميا. يلا على الموقع الخامس، تاسك باي، اسم الموقع موجود قدامك بالكامل، taskpay.ru. وده من اعلى معدلات الدفع في المواقع الخاصة بمهام المشاهدة، وطبعا هتحول الموقع انجليزي من جوجل. من الصفحة الرئيسية اضغط على start now واضغط على registration، هتدخل الايميل والباسورد مرتين، ولما تدخل حسابك اضغط على new tasks، هتلاقي الاف المهام المتاحة تقدر تعملها وتحقق منها دخل، لكن التركيز هيكون على الربح من المشاهدات. ومن هنا اعمل فلتر على يوتيوب، وكده هيجيب لك مهام اليوتيوب بس، وبرضه مش هتاخد فلوس على المشاهدات، لكن هتاخد على التعليقات واللايكات والاشتراكات، كل ده تقدر تشتغل من خلاله. المهام بتبقى مختلفة، ومهم انك تقرأ المهمة المطلوبة قبل التنفيذ، لانك لو عملت لايك في مهمة مطلوب فيها اشتراك مش هتاخد اي حاجة من الموقع. بص، المهمة دي هتلاقي فيها ديسكريبشن لازم تمشي عليه علشان يحاسبك، وبعد ما تخلص هتاخد سكرين شوت علشان تعمل سبميت انك خلصت المهمة المطلوبة بشكل صحيح. الموقع السادس هو افيزو، اسم الموقع موجود قدامك بالكامل، avizo.bz. وده الكبير بتاعهم، وهتلاقي فيه اكبر عدد مهام من المشاهدات. هتعمل ترجمة للموقع
وتسجل حساب مانج ستيجيشن، هتحط اسم المستخدم والايميل والباسورد، ولما تدخل حسابك اضغط على ايرن واختار يوتيوب، هتلاقي الاف الفيديوهات الخاصة باليوتيوب اللي تقدر تشوفها وتحقق منها دخل. لكن في الاول هتحتاج تربط حسابك على يوتيوب بالموقع، ومن اسم البروفايل اضغط على سيتنجز، وبعدها سوشيال ميديا، واضغط على لينك اكاونت. بعدها تقدر تحقق ربح من الفيديوهات دي، واغلبها هيكون مدته 10 ثواني مش اكتر من كده. اضغط على اي مهمة وبعدها جيت ستارت، هيوديك على الفيديو، واضغط على بلاي، شوف الفيديو لمدة 10 ثواني وهتاخد الربح حالا. اقفل التاب، وكده اكون خلصت ال6 مواقع اللي قلتلك عليها. تقدر تشتغل عليهم كلهم لو تقدر، هيكون ده الافضل، وهتقدر تحقق دخل يوصل ل1600 دولار، وده من المواقع كلها والشغل يوميا عليها. هتحتاج تقضي وقت على المواقع دي علشان توصل للمبلغ اللي بتستهدفه للربح. اتعب شوية مش هتخسر اي حاجة من المحاولة. اتمنى التوفيق للجميع، دمتم بخير، واشوفكم الحلقة الجاية.